ابسط حقوق ابنك او بنتك انهم يدافعوا عن نفسهم، يدافعوا عن نفسهم في افكارهم، يدافعوا عن نفسهم في التعبير عن غضبهم، يدافعوا عن نفسهم في زعلهم، ده ابسط حقوقهم. في فرق كبير بانه يدافع عن نفسه وانه يقل تربيته، قله الاحتواء انك تشوهه. الراجل ده لما فقد ابنه انا سالته بقول له ابنك، قال لي ابني كان بيروح المحل انا عامله له عشان كل واحد فيهم يبقى مستقل ويجروا في الدنيا ويجوز نفسه وينفع نفسه، وكان بيلعب كوره. قلت له عرضته؟ قال لي لا طبعا. عرضه ليه؟ دي حاجه حلوه. كل اب بقى بيشوفني ابنه بيلعب كوره ولا بيروح هنا، انت مالكش غير الكوره، انت مش عايز غير الكوره، غير الكوره انت مش عايز غير اللعب، انت مش في دماغك غير اللعب، ويعايروا بيها. بيعايروا. ممكن تكون مناسبة له جدا وهي أنسب حاجة ليه. ممكن تكون دي فتحة الخير عليه وعليكوا كلكوا. بس بتقول لك كان بيروح الملعب ويروح يجيب البضاعة من الآخر الدنيا ويرجع يقف في محله، قدم ما جتش على مستقبله وأكل عيشه واستقلاليته المادية والخطط اللي أنت مخططها له، سيبه.